وسعادة للآخرين، ذا رحمة وفضيلة كالماسي كالدر الثمين. كن في حياتك غيمة تروي الحنايا والحنين، ما أجمل الدنيا إذا عشنا بها متراحمين. في رحمة الإنسان نستلهم الإحسان، والراحمون المحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدينا الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم رحماء بينهم. من لان قلبه وقرب دمعه وشعر بغيره يستحق أن يكون إنسان. الراحمون يرحمهم الرحمن. مع أن نتساءل، هل ما زالت الرحمة بيننا؟ هل ما زال الناس يترحمون فيما بينهم؟ وأين نحن من هدي الحبيب المصطفى في تعاملنا مع الناس؟ رفع الله مقام الشهيد وأعلى مكانته في الدنيا والآخرة، فهو حي في الدنيا فرح بما قدم، مستبشر بجنات النعيم. شهداء الثورة الجزائرية والفلسطينية وسام فخر ورفعة تعتز بهما الأمة الإسلامية. بعد التضحيات يأتي النصر، ألا إن نصر الله قريب. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا ما شفيتش مليح على المجاهد الفدائي الله يرحمه سي إسماعيل، وش من الوقت كي صارت المعركة هذيك؟ وين في 62 ولا في الستينات؟ 61 كيف صارت؟ جا هو صاحبه مجاهد دخلوا في دار في لاري فدائيين تاع مفارق في بوفار، عيطوا لزقة العرب. فاهم؟ دخلوا صاحبو لداخل، دخل داخل وداروا لنا كروشاج. جات لارمي، لارمي فرونسيز، ان شار دي ميليتار، ونسالك لو كاع هذاك كاع ذاك البورتو الحي هذاك. داروا كروشاج، شدوا معاهم شدوا معاهم شدوا معاهم صاحبو الله يرحمه. استشهد الله يرحمه. اللي كان معه هو لا هو نقز مطار الدار. عمي ثاني توفى ثاني، عمي الله يرحمه ثاني يعفو كيف، لأنه هذا في دار أنسيا مجاهدين هيك قاعد أنسيا مدير في السلاح. كان واسمه الله يرحمه وشقلوا مامري فوضيل الله يرحمه، كان فدائي، كان يخدم لي طرك، كان يخدم لي طرك مع عمه، كان يخدم الماشينات ويعطي له، يخدم لي طرك يعطيهم المجاهدين. ومام كان وصل حتى الحبس، في الحبس تخرج البريه وين تيديروا لي زاطوطه.
سلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صح ولدي، واش راكم جماعة؟ الحمد لله لاباس. واش احوالك؟ مليح مليح ولدي. صح السلام عليكم. واش لاباس؟ خير كم مليح شوية؟ لاباس. واش لاباس؟ واش راكم ديروا اليوم؟ لا لا يا اليوم واش رانا؟ اليوم ماما ولدي زويد ونهار اليوم واش كاين؟ ماني عارف يا ياسين. اليوم نهار الشهيد. اليوم نهار الشهيد. يا نعم شو كيف هو ما تقرا وما والو ما تحوشو تفهمو ما عليه كاش اللي يورينا يا ابي ياسر. التاريخ التاريخ تاريخ مليح راكم ديجا. طيب تعرف دو انا نفهمو فيكم الله بيرواتي معليش. الله يسهل ربي معكم ان شاء الله. واقراو التاريخ ان شاء الله. هذا وش هاي ربي يحفظكم. سلام سلام. الحمد لله يا ربي. الله يبارك ولي صافي فليزير لأني شت أن جون مهتم راهو يعرف التاريخ. حب يعرف التاريخ تاع بلاده. الحمد لله يا ربي عمي ياسين. ماشي كاع الشباب كيف كيف. أني راني مأسف. كنا في القهوة سقسينا دي جون. نعم عمي ياسين سقسيناهم قلنا لهم يا ودي اليوم نهار تاع الشهيد وكاع. قال لك ما لبنا بوالو. 18 فبراير يا عمي ياسين. 18 فبراير. صح شغل لحظات اللي نتذكروا بها الشهداء. سرت للتاريخ مرفوع الجميل وفي هالحرمين. شنو هذه يا عمي ياسين لما نشوفوها؟ هذه راك تشوف 1958. هذه تلاح هذه هي ب 64 نهار كي جا بن بلة. نعم الغوفرنمون بروفيزوار كان كان واحد 5 سنين ولا هذا راه بارك شكون بوضياف الله يرحمه. شوف كان جانا هنا فهم هذو لي بريمي مينيس لي لو بريمي غوفرنمون الجيريان. نعم من هذا الرأس المسلم. ها اه واسمو فهم بريمي غوفرنمون الجيريان. وهذا عرفتم شكون؟ هذه لجنة 22 مؤتمر صومال. مؤتمر صومال 17 جوان 1954. اه ريونيون دي 22 هذوما الله يرحمهم لي الله يرحم الشهداء. منهم عمي ياسين اللي خرجوا 6 اللي فجروا الثورة 6 الاولين. بارك الله فيك. هذه عرفت وين الدار؟ هذه عرفت واش داروا؟ هذه الدار اللي اجتمعوا فيها. اللي اجتمعوا فيها 6 الله يرحمهم هكا اجتمعوا. الدار الاولى اللي اجتمعوا فيها في الجزائر هذه هي مجموعه 22 اللي شفناها في الصوره من قبل. 22 الله يرحمهم رحمه الله. يا وليدي كي راك تعرف كاع الله يبارك ما شاء الله التاريخ راك تعرف. الله يبارك تعرف باللي كان حاجه تربطنا الثوره الفلسطينيه تربطنا مع الثورة الجزائرية. هي عمي ياسين القضية تاعنا والقضية تاعهم مشابهة. كيما احنا خضينا الحرية تاعنا بالدم هما ثاني كرام هكذا. وأيضا ثاني كاين أرض يسموها أرض المغاربة إذا ما رانيش غلط. كاين أرض المغاربة. كاين أرض المغاربة. هذه كيفاش جات هذه؟ هذه كي كان صلاح الدين أيوب. صلاح الدين أيوب هذا كردي. هبط يحرر القدس. كل حد حرر القدس لقى قوة وعظيمة. كانوا لي زونجلي لي فرونسي كانوا كاع كنتعنوا مع اليهود باش ما كانش يدخل تماهي. كي صلاح الدين عيط لبي عراميسي ما قال روحوا لي عاونوني ما قدرتش. كي طلع هو من الجزائر سيدي بومدين الله يرحمه من الجزائر بالجيش تاعو طلعوا حتى لباليستين طلعوا داروا ثورة معهم. كي داروا الثوره سيدي بومدين طيح البرا تاعو هذه نحوها له مدفونه ثم. من هذاك الوقت صلاح الدين الايوبي اعطى سو اكت هذاك اكت بالثبوت بكاع هذه الارض كاع الشعب الجزائري على اسمها ارض المغاربه. المغاربه هذاك اللي قرنوه مرض هذاك
وعلى ذاك الشيء في الجزائر دائما مترابطا على فلسطين. بارك الله. قضية أرض ووطن. الشهادة في سبيل الله والوطن هي أجمل مصير للإنسان وأعظم درجات للنصر. شهداء الوطن هم من ضحوا من أجلنا، فهل يعرفونهم أبناءنا؟ سألنا فكانت الإجابة. شهداء الأبرار الله يرحمهم، واللي حيين الله يفرج عليهم، وبيهم أنا عايشين وكل ماشي هما احنا ما نش نمشي في التراب هذا، والشهداء تاعنا يبقوا عزاز وماتوا وفي قلوبتينا مازالوا حيين. واش نقول لاختي، الشهداء تاعنا ضحوا على جنة احنا بنعيشوا، الفراق ما داوهاش، ما عاشوهاش، ما عاشو المليحة، ما عاشو عاشو المرة، الله يرحمهم ويسهل عليهم. احنا هذو الشهداء اللي ضحوا بنفوسهم، خلاو ولادهم صغار وزوجتهم كاين اللي مالهم كاين اللي راحوا في سبيل الله في سبيل الوطن. هذه عندي ما عندها حتى يعني كيفاش نحلق عليها. هاد الناس اللي دائما انا الحمد لله نرحم عليهم، كسوا الشعب ولا راهم يديروا لي كونكري نقولوا رحم الشهداء. حنا الشهيد هو عطانا الفلومبو للدراري، هما سطروا العداله، هما التاريخ الجزائر، هما القدوه تاعنا برسك، هما الماضي بدا بهم وخدموا لنا المستقبل تاعنا. ثم القدام كاخ مخممش في روحه هو باش يعيش هذيك الحياة ولا حاجة، حم أن يخمم أن يحرر هذه البلاد وشغل باش يعيش ولاده ولاد ولاده ملاح. هذا الشهيد والمجاهد ولا هكذا أدرهم مذكور القرآن الكريم، هكذا أدرهم مذكور القرآن الكريم ورهم بين المكانة تاعهم والقيمة تاعهم إلى آخره، ولا ينكروا يعني الإنسان جاهد ينكر القيمة تاع المجاهد أو تاع الشهيد، يعني الفضل تاعهم كبير عنهم بفضلهم. اليوم إحنا رانا على كل حال نعم، ومهما يقول الإنسان زعما راني ولادي وكاع، تبقى الجزائر كبيرة بزاف كبيرة بزاف. أنا عندي جدة دارت 7 رجال استشهدوا 6، والوالد خرج من جامعة العلماء وكان كمل في جامعة زيتونة. العجوزة في الجبل سقسات، وهذه نحكي لك ذكرى على الوالدة، قتلوا أنا 4 دراري وندخل يعني ب 24 سنة ولا استشهد كش يكون المصير هذا للشهيد. قالها لو تعرفي قيمة الشهيد يموت على الوطن، أنا نطلب إن شاء الله نكون شهيد. هذه يعني لا ديفينيسيون تاع الشهيد. الناس اللي ما عاش هذه الاحداث وغير ذلك، والناس راهم يشوفوا درك يقول لك زعما، ولكن هي حوايج صراو حوايج كبار بزاف يعني، والشباب تاعنا الى غيره ماهوش واعي بها بزاف، ماهوش واعي بهذه الامور. باش نمشوا على القدوه تاعهم لازم نكونوا اوفياء لهذا الوطن، لازم نخدموا بلادنا، لازم نبنوها نحنا، ولا سميها لي البلاد هذه تبنى بالشباب تاعها، ثم نحنا ثم لازم علينا نبنوها هذه البلاد وتكون أحسن من برشا بلدان. كل قطرة دم نزلت سقت نخيل الوطن فارتفع شامخا. كان النبي عليه الصلاة والسلام مجاهدا في تبليغ الرسالة، وكذا الصحابة من بعده، فمات شهيدا. كان من هديه عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة على نيل الشهادة، فبالشهادة والتضحيات وصل الإسلام إلينا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
يقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. للشهيد في الإسلام مكانة عظيمة، فإنه يغفر له من أول قطرة من دمه، ويعفى من عذاب القبر، ويرى مقعده في الجنة، ويشفع في 70 من أهله. لا شك أن ثمن الحرية ثمنها ثمن جسام، فضحى شهداؤنا الأبرار على هذه الأرض وسقوا هذه الأرض بدمائهم، فللحرية ثمن. وإنما يعانيه إخواننا في فلسطين، في أرض غزة، أرض العزة، بدمائهم والشهداء الذين نشاهدهم قوافل، دليل على أن النصر قادم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. الله نسأل أن نكون دائماً رحماء فيما بيننا. في أمان الله، والسلام عليكم.